السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، نجدد الترحاب بكم إلى حلقة هذا اليوم، والتي نريد من خلالها أن نخرج من الدنيا ومتاعبها ونرقى إلى عالم الدار الآخرة وما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين من نعيم مقيم. حديثنا اليوم عن زفاف أهل الجنة وعن صفات العروس في الجنة. الجنة أيها الأحباب الكرام هي النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المتقين، والنفس البشرية مولعة ومتشوقة بالتفكير في مصيرها، مولعة ومتشوقة بالتفكير في كل ما ينتظرها في مستقبلها. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تشتد بهم الأزمات في الحياة وحينما تضيق بهم السبل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، ولم يكن ينكر على صحابته صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الجنة وما فيها، بل كان يسهب في الحديث عن هذه الدار، دار الكرامة، وكأنه يقول لا عليكم ولا تتريب عليكم، مشاكل الدنيا بكل ما فيها من ضغوطات وهموم وغلاء كل هذا سوف ينتهي قريبا حينما ينتقل المؤمن من دار الفناء إلى دار البقاء. هنالك سوف يجد نعيما لا ينفد. أي نعم أيها الأحباب الكرام، حياتنا الدنيوية قصيرة فوق هذا الكويكب الأرضي، وبعد أن نقضي ما كتب الله لنا سوف نرحل، وهذا الرحيل سيكون إلى عالم آخر، عالم فيه العدالة وفيه النعيم المقيم، سماه ربنا عز وجل ذلك اليوم يوم القيامة. قبل أن نلجأ إلى دار الكرامة هناك يوم القيامة، هو يوم الفصل، يقع فيه الفصل وتعلن فيه أسماء الفائزين والفائزات، وتعلن أيضا أسماء الخاسرين والخاسرات. قال ربنا عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي نعم أيها الأحباب الكرام، هذه الدنيا بما فيها من ضغوطات ومن مشاكل ومن هموم ومن غلاء كلها حياة دنيا هي متاع غرور، لكن من أدخل الجنة فقد فاز. فنسأل الله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه وفضله ومنه أن يجعلنا وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من أهل الجنة، من الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة ويفوزون فوزا عظيما. هذه الجنة سماها الله تعالى بدار الكرامة. لماذا سماها دار الكرامة؟ لأن الله تعالى أعد فيها لأوليائه الصالحين أشياء فوق الخيال، وقد جاء في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعيم الجنة لا ينفد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني فوق الخيال، حتى ولو أطلقت لقلبك وعقلك الخيال فإنك لن تستطيع أن تتخيل ما أعده الله لعباده المؤمنين. وكل ما رأيته في الدنيا وكل ما سمعته من الخيرات كل هذا لا علاقة له بالجنة، إنه نعيم مقيم.
ونريد يا أيها الأحباب الكرام أن نتحدث في هذا الركن من أركان الجنة عن زفاف أهل الجنة وعن العرس والأعراس في هذه الدار المباركة. أول شيء، لما يدخل أهل الجنة إلى الجنة ينادى فيهم أنه ما في الجنة أعزب. لماذا؟ لأن كما قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد، لما سئل يا رسول الله هل الجنة فيها عزاب؟ قال لا، لا يوجد في الجنة أعزب. وذلك أن الله تعالى أول يوم من أيام الجنة يقيم زفافا كبيرا، ويبدأ بمن؟ بالعزاب، كل من مات عازبا وكل من ماتت عازبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقيم لهم زفافا عظيما مباركا. وقد اعتدنا نحن المغاربة أنه إذا توفي شخص عازب فإن الناس يتبعونه بالزغاريد وبالصلاة على النبي المختار، صلاة وسلام على رسول الله، والنساء يرفعن الزغاريد. لماذا؟ لأنه هذا الذي مات بيننا أعزب فإنه يدخل إلى الجنة عريسا، يقام له زفاف كبير. ربنا سبحانه وتعالى أعد في الجنة مخلوقات في منتهى الجمال، سماهن الحور العين. هؤلاء هم الزوجات التي يقيمهن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. سماهم الحور العين لأن العين لما تراهن تحير، تصاب بالحيرة، يا رب سبحانك ما هذا الجمال. قيل بأن لو إن إحداهن وضعت ساقها عند قرص الشمس لأخفت وهج الشمس، ولو بصقت على البحر المالح لصار أحلى من العسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة أطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأته ريحا. لو أن الله عز وجل أراد أن يفتن أهل الأرض لجعل واحدة من هؤلاء الحور العين تطل علينا. إذا أطلت أضاءت ما بين الأرض، يعني كل ما تضيئه الشمس تضيئه واحدة من هؤلاء الحور العين. ولملأته ريحا، ريحا طيبا أطيب من المسك. هؤلاء النساء أعدهن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وقال في كتابه العزيز كأنهن الياقوت والمرجان، سماهن وشبههن بالياقوت والمرجان، ووصفهن ربهن عز وجل فقال كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. هن نساء الجنة مطهرات من الحيض ومطهرات من النفاس، نظيفات من البصاق ومن المخاط ومن البول ومن الغائط، ما فيهن شيء من ذلك. هن طاهرات نظيفات في قمة الجمال والشباب، وربنا عز وجل جعلهن مقصورات في الخيام. قال عنهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. مقصورات في الخيام وللطرف قاصرات. هؤلاء النسوة لا يفنى شبابهن ولا يبلى جمالهن، ولو اطلعت إحداهن على الدنيا لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء. هؤلاء النسوة في غاية الجمال، وهن ينشدن قائلات نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط. إنه نعيم مقيم أعده ربنا عز وجل لعباده المؤمنين. وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سطع نور في الجنة، هكذا يحكي للصحابة فتفاجأوا فقالوا ما هذا النور يا رسول الله؟ قال يقال ما هذا النور، فإذا بها امرأة من أهل الجنة ابتسمت لزوجها. هذه الحورية لما تبتسم لزوجها نور يسطع في الجنة، حتى إن الناس يقولون يا ربنا ما هذا النور، إنها ابتسامة.
تزن الشمس وما فيها، السندس والاستبرق لباسهن، والذهب واللؤلؤ أساورهن، وهن جالسات في الجنان حيث الأنهار، أنهار الجنان تتدفق من بينهن، أنهار من ماء ولبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يرون فيها فاكهة كثيرة فيأكلون، ويقدم لهم لحم طير مما يشتهون، ونعيم خالد، حتى إن معظم كلام أهل الجنة في الحمد، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. النعيم عن الجنة أيها الأحبة الكرام كثير جدا، حتى إن علماء الأمة تحدثوا عنه في عدة صفحات مشرقة، ومن بينهم الإمام ابن الجوزي. الإمام ابن الجوزي يتحدث عن بعض هذه المظاهر فيقول: إن الحور العين تقول لزوجها يا ولي الله، تسمي زوجها ولي الله، تقوله وهو متكئ على نهر من العسل، تعطيه كأسا وهو في نعيم وسرور، وتقول له: يا حبيب الله، أتدري متى زوجني الله إياك؟ أتدري متى زوجني الله إياك؟ فيقول: نعم، لقد نسيت هذا السؤال، لا أدري متى زوجني الله إياك. فتقول: نظر الله إليك في يوم شديد حره، وأنت في ظمأ الهواجر، فباغ بك الملائكة وقال: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي، ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له، آنذاك غفر الله لك يومئذ وزوجني إياك. أكثر ما يقع فيه التزاوج في السماء لما يكون العبد صائما لله سبحانه وتعالى، يوم من أيام الله يصومه شديد حره، ويكون هناك ظمأ، فالله تعالى يقول للملائكة: انظروا هذا عبدي المؤمن، لقد صام من أجلي، الماء بجانبه ولكنه يشعر بالظمأ، ورغم شدة الحر هو صائم من أجلي، انظروا لقد ترك شهوته، لقد ترك طعامه وشرابه، كل هذا ابتغاء مرضاتي، لأعطينه أجل وأجمل ما في الجنة. فيعطيه الله تعالى أجمل نساء الحور العين، وهي تناديه: يا ولي الله. هكذا يخاطب الرجل الزوج في الجنة: يا حبيب الله، يا ولي الله. فيا سبحان الله في هذه الحورية التي زفت إلى زوجها في صيامه. وآخر لما تسأله حوريته: أتدري متى زوجني الله إياك؟ فيقول: لست أدري. يقول: لقد اطلع الله تعالى فوجدك من أصحاب القلوب المتعلقة بالمساجد، كان قلبك معلقا بالمساجد، كنت دوما تسمع الآذان: الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتترك كل ما بيدك وتتجه إلى المسجد، ودائما تعمر بيوت الله. فالله تعالى يزف هذه العروس لأصحاب القلوب المتعلقة بالمساجد. وآخر بينما هو مع زوجته تسأله: أتدري يا ولي الله متى زوجني الله إياك؟ فيقول لها، يقول: اطلع الله تعالى على المنفقين سرا وجهرا، وكنت منهم، لقد كنت تنفق من أموالك، تنفقها تارة سرا وتارة جهرا، فكان ربنا يباهي بك الملائكة ويقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي أعطيته من مالي، فما ادخره وما اكتنزه، وإنما كان ينتفع بشطر منه، وشطر آخر ينفقه على الفقراء وعلى المساكين سرا وجهرا، فزوجني الله إياك. ثم تقول أخرى: يا ولي الله، يا حبيب الله، أتدري متى زفني الله إليك؟ فيقول: متى؟ لقد نظر إليك المولى ورأك تجتنب كبائر الإثم والفواحش،
لقد كنت تجتنب كبائر الإثم والفواحش. كان ربنا عز وجل يضعك في موقف فيه ابتلاء، وكنت تنجح في الاختبار وتجتنب كبائر الإثم والفواحش، فزوجني الله إياك. أيضا أخرى زفها الله تعالى لمؤمن صالح، وهي تسقيه من أنهار الجنة وتقول: يا ولي الله، يا حبيب الله، أتدري متى زوجني الله إياك؟ فيقول: لست أدري. تقول: أنك كنت من أهل القرآن، كنت من الذين يقرؤون القرآن، قد يكون عليك يسير وقد يكون عليك شاق، المهم أنك تتعاهد بالقرآن، وكنت ترتقي الدرجات، وكان ربك يباهي بك الملائكة في السماء، فأعطاني الله إياك. ثم حوريات أخريات زفت لزوجها، لماذا؟ لأنه كان من الذين هم لفروجهم حافظون، كان يبتعد عن المحرمات ويحفظ فرجه من الوقوع في المحظورات. وآخر زفت إليه، لماذا؟ لأنه كان من الذين لأماناتهم وعهدهم راعون، كان يأخذ الأمانة يحافظ عليها ويرعاها إلى أن يؤديها إلى أصحابها، فزوجه الله تعالى بهذه الحوريات. وآخرون زوجهم الله تعالى بحوريات لأنهم كانوا من أهل التوبة والاستغفار، كانوا يخطئون لكنهم سرعان ما يتوبون إلى مولاهم ويستغفرونه. وهناك حوريات غاية في الجمال وفي البهاء، فينظرون إليهم: لمن سعيد الحظ هذه الحوريات؟ فيقال: إنها تزف لمن حسن خلقه، أصحاب الأخلاق الحسنة، أصحاب الأخلاق الكريمة، ربنا عز وجل يزف إليهن أجمل وأبهى الحوريات. ثم يرون نساء غاية في الحسن والجمال والبهاء، لمن هؤلاء يا رب؟ هؤلاء لمن كظم غيظه، الذي كان يغضب ولكنه يكظم غيظه ولا يبدي عيبه، يكون متسامحا مع خلقه، ولمن عفى عمن ظلمه، يعفو عمن ظلمه. ثم أخريات: لمن يا رسول الله؟ هؤلاء لمن صلى بالليل والناس نيام. هناك حوريات عندهم نور يضيء، نور أكثر من وهج الشمس. من هؤلاء؟ لمن هؤلاء يا رسول الله؟ هؤلاء لمن كان يصلي بالليل والناس نيام، كان يقوم في الهواجر ويصلي قيام الليل. وأخريات أيضا حسنوات يغنين وينشدن، لمن هؤلاء المنشدات؟ قال: لمن كان يفشي السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، يفشي السلام للجميع. وهكذا حوريات بلا عد ولا حصر تعطى للمؤمنين، فينادي المنادي: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لقد خلفوا وراءهم التعب، والآن أهل الجنة يتلددون ويتنعمون، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. حتى إن النعيم الذي لا ينفد يبقى العبد مندهشا، لكن لما يتنعم هذا العبد المؤمن، قيل بأن المؤمن تعطى له 80 حورية في اليوم. وقد تفاجأ بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أن للرجل بقوة 80 امرأة في اليوم؟ قال: إن الله تعالى يسقيهم شرابا طهورا، شرابا طهورا كلما شرب منه المؤمن يعطى قوة 70 رجل، يعطى قوة عظيمة. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب منها المقربون. وبينما المؤمن يتنعم يجد في الطبقة الأولى 80 حورية، فيسأل: لمن هؤلاء؟ يقال له: هؤلاء الخادمات. ثم يصعد فيجد 80 حورية، من هؤلاء؟ يقال له: هؤلاء الواصفات. ثم يصعد ويجد 80 حورية، من هؤلاء؟ يقال: هؤلاء الحوريات.
ثم يرى نورا عظيما يتلألأ في السماء، يقول يا سبحان الله لمن هذا النور العظيم الذي أخفى وهج كل هؤلاء الحوريات؟ فيقال له إنه نور زوجتك في الدنيا. زوجتك في الدنيا هي العروس الأجمل. جاءت امرأة مسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عجوز شعرها أبيض بالشيب ووجهها كله امتلأ تجاعيد وتساقطت أسنانها وذهب نور وجهها وبصرها، فقالت يا رسول الله أنا مسنة هل أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة عجائز. فالمرأة خشيت وبدأت تبكي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ليس هناك في الجنة عجائز، كل من هم في الجنة هم نساء جميلات عفيفات في سن السيدة مريم العذراء 18 سنة. ثم قال ربنا عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فنساء الدنيا حتى ولو كبرنا وحتى ولو صرنا عجائز فإن الله تعالى يعيد نشأتهن من جديد ويصرن أبكارا عربا متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. لهذا وصف ربنا عز وجل نشأتهن وهيئتهن بعد أن كنا عجائز، قال إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطربا لأصحاب اليمين. ملكة جمال الجنة من هي؟ ملكة جمال الجنة الأكثر جمالا وتنعما التي يبدو منها نور يشع، فيقول المؤمن سبحان الله ما أشد هذا النور، أهو ملك كريم؟ فيقال له بل هو نور زوجتك التي ضحكت، فيصير حبه لها أشد من الحور العين. تكون زوجتك في الدنيا هي الأجمل والأشرف والأكمل، بل إن الحوريات يكن خداما لها، فالله تعالى أعد لهم النعيم المقيم والقصور المزينة والشباب الدائم، ونزع من قلوبهن الغيرة والحقد، فهنيئا لها ولأمثالها. فما قيمة وما علاقة والمقارنة بين زوجتك في الدنيا والحوريات؟ العلماء قالوا شتان بين من دخلت الجنة جزاء صبرها وعملها الصالح وبين من خلقت ليجازى بها صاحب العمل الصالح، فرق كبير. الحورية في الجنة لم تبتلى ولم يعطيها الله سبحانه وتعالى نفسا أمارة بالسوء، ولم يأمرها بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، ولم يأمرها بالصبر، ولم تتعرض للابتلاءات الشديدة، وإنما خلقها الله تعالى هكذا جميلة ليجازى بها صاحب العمل الصالح. أما المرأة المؤمنة فهذه ربنا ابتلاها بشدائد، أعطاها الحيض وأعطاها النفاس وأعطاها الغيرة وأعطاها مشاعر متقلبة، وتعرضت لابتلاءات شديدة وصبرت واحتسبت، وكانت تصلي وكانت تقوم الليل وتصوم رمضان وتصبر على الأذى، فمقامها عند الله أرفع بكثير من الحوريات. الغريب في الأمر أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى في القرآن العظيم ذكر في أكثر من موضع أن الرجل المؤمن يستمتع في الجنة بالحوريات، لكنه في المقابل لم يذكر النعيم والثواب للمرأة المؤمنة. لماذا هذا السؤال يطرحه الكثير من النساء؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الرجال وقال بأن لهن الحور العين؟ الرجل يؤتى 80 امرأة في اليوم، ولكن لم يذكر بالمقابل النعيم والتواب الذي للمرأة المؤمنة. ذكر العلماء أن ذلك يرجع إلى شدة الحياء، فالله سبحانه وتعالى لم يذكر من نعيم المرأة إلا أنه أعد لهن الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والزبرجد واللباس الاستبرق. لماذا؟ لأن النساء عادة
عشقهن كثير في الملابس وفي الحلي. ونحن نلاحظ بأن المرأة عادة تحب دوما التجول في المحلات التجارية وفي القيصاريات، تريد أن تبحث عن الجديد في اللباس والموضة وفي العطور ومظاهر التزين، وكذلك الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان. فهذا تحدث عنه القرآن العظيم كثير، لكنه لم يتحدث عن أن النساء عدلهن رجال. قيل أن ذلك لا يليق بالمرأة المؤمنة، وقيل أن الله تعالى يرجع إلى خجل المؤمنات وشدة الحياء، ذكر فقط هذا الذي جاء بشكل عام، جاء الاكتفاء بقول الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا شكل عام، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله تعالى يعطي للجميع من المتع ومن الكرامات ما يشاءون، كما قال في موضع آخر جل علاه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. هؤلاء الحوريات يكون بالآلاف، يكون خادما للزوجين، أنه لن يكون هناك غيرة من جانب زوجة الدنيا بسبب الحور العين، لأن الغيرة هي من المنغصات، فيما أن الجنة هي دار الخلد والنعيم. وكل شيء سوف يتغير يوم القيامة، الرجل السيء والمرأة السيئة سيتبدلان، لأن مقام الجنة نعيم آخر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأمور التي بها يدخل المؤمن إلى الجنة، قال من بات وقد أضحك زوجته حتى نامت والبسمة على وجهها بات وقد غفر الله جميع ذنوبه. يعني لكي تكون من الفائزين أيها الرجل، أيها الرجل إذا أردت أن تكون من الفائزين، قال صلى الله عليه وسلم من بات وقد أضحك زوجته حتى نامت والبسمة على وجهها بات وقد غفر الله جميع ذنوبه، تكون من الفائزين. وبالمقابل، بالمقابل قال صلى الله عليه وسلم امرأة أغضبها زوجها وهي لها حق فذهبت إليه قبل أن ينام وتقول والله لا تنام ولا أنام ولا يغمض لي جفن ولا يغمض لك جفن حتى ترضى عني وأرضى عنك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. نعيم عظيم أعده الله تعالى لكل من صبر واحتسب، حتى إن الرجل إذا كان في نزاع مع زوجته وأغضبته وربما أراد أن يعنفها وربما أراد أن يرمي عليها الطلاق، لكنه صبر واحتسب وقال بأن ربنا أخذ منكن ميثاقا غليظا، صبر واحتسب. في تلك الليلة وهو نائم ربنا ينظر إليه مع ملائكته ويقول انظروا إلى عبدي لقد كظم غيظه وصبر واحتسب لأزوجنه أجمل نساء الحور العين. فكل يوم غضب وكظم غيظه يزوج بأجمل نساء الحور العين، حتى إن الرجل لما يدخل إلى عتبة الجنة أول ما يدخل يجد أشجار عظيمة باسقة، أول الشجر شجر الرمان، والرمان هو من طعام أهل الجنة، فتشتاق نفسه إلى أن يأكل من هذا الرمان، فيقطف رمانة طازجة يفتحها فتخرج منها حورية جميلة وتتشكل حسب فكره ومزاجه، فيقول من أنت؟ فتقول أنا حورية خلقني الله تعالى من أجلك، يوم أغضبتك زوجتك وصبرت واحتسبت فخبأني هنا حتى لا تراني العيون حتى لا يطمثني إنس ولا جان، خبأني هنا فأنا ملكك الآن. ثم ينظر إلى باقي الرمان فتقول له كل رمانة من هؤلاء فيها حورية أعدها الله إليك، هذه لما غضيت عن بصرك وهذه لما صمت يوما حره شديد وهذه لما كنت تقرأ القرآن وهذه لما أنفقت من مالك لله
وهذه لما أفشيت السلام، وتلك لما زرت العائلة والأقارب، وهناك لما كظمت غيظك. فيقول العبد المؤمن: يا رب، ليتك أعدتني إلى الدنيا فأتخلق بأخلاق الدين وأتخلق بأخلاق الإسلام لما رأيت من هذا النعيم المقيم. ثم ربنا عز وجل يقيم كل ليلة زفافا بين المؤمن والمؤمنة، ويجمع الله تعالى العائلات، ويجمع الآباء والأولاد، حتى من زل قدمه وقل عمله، ما يسمى بقانون الإلحاق: وألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من شيء. نعيم مقيم أيها الأحبة الكرام ينتظرنا في الدار الآخرة. فلا عليكم، مشاكل الدنيا كلها هينة وسوف تزول. لا تملأوا قلوبكم بهموم الدنيا، بغلاء الأسعار، ولا بمشكل الجفاف، ولا بمشكل النزاعات بين العائلات، ولا بمشكل الأمراض والأسقام، ولا بمشكل الفقر. كل هذه أشياء سوف تزول. إياكم أن تملأوا قلوبكم بهذه المشاكل، املأوا قلوبكم بذكر الله، واجعلوا ألسنتكم رطبة بذكر الله، وتنافسوا في فعل الخيرات، فإن كل ابتلاء يعقبه جزاء عظيم ومقيم عند الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، ويزينه في قلوبنا وقلوبكم، ويكفر عنا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من عباده الراشدين. وبعد ذلك أيها الأحباب، سوف نفسح خطوطنا الهاتفية لكي نستقبل مكالماتكم ونجيب عن تساؤلاتكم حول الدين والحياة والعقيدة وحول الحال والمآل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.